السلام عليكم، مرحبا بكم في المنتدى الدولي للإعلام الإلكتروني في نسخته الرابعة تحت شعار تأهيل صحافة الإلكترونية الجهوية والمحلية لتجسيد صحافة القرب والتعاون العربي الإفريقي، ولأول مرة بإقليم طاطا. مباشرة الآن من استوديو جريدة أصوات، معنا الدول العربية والإفريقية المشاركة في هذا المنتدى. أمانة رباح من فلسطين. بالنسبة للمنتدى الإعلام الإلكتروني ومشاركتي في هذا المنتدى الإعلامي الرابع، بالنسبة لي كانت مشاركة وفرصة جدا طيبة وسعيدة باللقاء مع نخبة مع الزملاء من عدة دول. لو بدي أحكي عن المنتدى بنقطتين، من ناحية الإدارة والتنظيم ومن ناحية المحتوى. بالنسبة للتنظيم أو إدارة هذا المنتدى، بكل صراحة كان تنظيم جيد وإدارة جدا حسنة. كان العمل على قدم وساق من أجل إنجاز هذه الأيام المتتالية، وكان العمل متواصل بروح الفريق. فأنا من موقعي بأتقدم بجزيل الشكر لكافة القائمين على هذا المنتدى. الجزئية الأخرى بما يتعلق بالمحتوى أو المضمون، وهو ما قدم من مداخلات على مدار يومين من كافة من عدد من المشاركين من دول عدة، بكل تأكيد هاي المشاركات ضمت العديد من المحاور والعديد من الخبرات والتجارب التي رأيتها كانت مثمرة جدا وهي مفيدة. كانت تحمل رؤى وتطلعات مستقبلية يمكن البناء عليها، فكانت فرصة سعيدة أن نتبادل هذه المعرفة وهذه المداخلات بحديث بكل متدخل عن تجربته داخل البلد بما يتعلق بالإعلام الإلكتروني. فإنه أكثر من 20 مداخلة، يعني ممكن أنه أنت تستطيع أن تنتج كتاب كامل بهاي التجارب وأن يكون يوزع على شكل أوسع. أبو بكر خليفة أبو بكر، دكتور في علم السياسة، خريج جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أجدال، مهتم بقضايا ما بعد الربيع العربي، قضايا الانتقال الديمقراطي خصوصا والمصالحة. أيضا لدي العديد من الكتابات الأكاديمية المحكمة والمقالات الصحفية، وبصدد قريبا سيصدر لي كتاب بالمشاركة بعنوان السؤال الانتقال الديمقراطي في الدساتير المغاربية ورهانات الخيار الجهوي. طبعا يعني أريد أن أتحدث عن تجربتي مع المنتدى الدولي للإعلام الإلكتروني، والذي شاركت في نصف دوراته إلى حد الآن. فأنا شاركت لهذه المرة الثانية على التوالي، وأنا جد سعيد وأشعر أن هذه التجربة أغنتني وسرتني، وأعجبت كثيراً بهذا الشغف وهذا الجهد الدؤوب من قبل القائمين على جريدة أصوات ومجموعة الأمل الصحفية، وأيضا بالكفاءات وبالنخبة الناشطين والأكاديميين الذين أتروا هذا المنتدى في دورته الرابعة. والجميل أنه يتنقل بين المدن المغربية الشمال والجنوب، وخصوصا مفاجأته أن دورته هذه كانت في إقليم طاطا بما تمثله مدينة طاطا للمغاربة ولنا جميعا من رمزية تاريخية ورمزية سيادية. وبصراحة يعني أشعر باستفادة كبيرة، وأثني على القائمين
على هذا الجهد المميز بأن يستمروا وأن يكون هذا تكون يعني نستمر إلى ما لا نهاية، لأن الإعلام الإلكتروني الإعلام الجديد أو ما يسمى بالإعلام الجديد هو الإعلام العصر، والذي يستحق دراسات مكثفة ومنتديات في سبيل إبراز دوره. ونتمنى طبعا أنا بالنسبة لي أنا كإنسان مغاربي أتمنى أن يكون لهذا المنتدى دور في تقريب أو جسر هوة الخلافات والنزاعات من أجل تحقيق الفضاء المغاربي الذي نحلم به والذي نستحقه أو تستحق المنطقة المغاربية بالذات، وتكون نواة لوحدة عربية شاملة. هذا الاتحاد المغاربي الذي لو تم فإنه سيكون يعني اتحادا قويا نظرا لما يجمع هذه الشعوب، شعوب المغاربية والذي يجمعها أكثر من الذي يفرقها. فالقواسم المشتركة كثيرة، وتستحق شعوب هذه المنطقة أن أقل ما يمكن هو اتحاد مغاربي في تجليه الاقتصادي، لأننا نملك موارد اقتصادية هائلة وموارد بشرية عظيمة. والمهم عودة إلى المنتدى، فنتمنى التوفيق للقائمين على جريدة أصوات ومجموعة الأمل وأن يستمروا، ونشد على أيديهم بأن يستمروا ويستمروا. وفقكم الله، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد سلومة، خبير في التنمية واستراتيجيات تعديل السلوك وتطوير الأفراد والمؤسسات. أتشرف أن أنا من جمهورية مصر العربية، ولي الشرف أيضا أنني كنت من سعداء الحظ أن أكون أحد المؤسسين المشاركين في تأسيس المنتدى الدولي للإعلام الإلكتروني، وهي الفكرة التي وفقنا الله سبحانه وتعالى مع الشركاء والإخوة في المغرب والجزائر وعدة دول عربية خبراء في مجال الإعلام أن نؤسس النسخة الأولى للمنتدى الدولي للإعلام الإلكتروني. وبفضل الله سبحانه وتعالى ومجهود الإخوة وتعويض الإمكانيات البسيطة التي بدأنا فيها، ولكن إبداع الفكرة ورقيها وحتى العوامل الحديثة ساعدتنا أن احنا نوصل بفضل الله سبحانه وتعالى في تصاعد بمستوى الأداء والتأثير للمنتدى. وبهذه المناسبة نشكر مجموعة الأمل ميديا وجريدة أصوات والقائمين عليها وفريق العمل للتحضير لهذه النسخة بعناية، والتي نشرف أنها يعني تتويج لمجهودات المؤسسين والمشاركين والضيوف. وبهذه المناسبة كنا قد نوهنا في المشاركات أننا اخترنا البلد الحبيب المغرب على أساس الزغم الإعلامي فيه، حيث يتواجد أكبر عدد من الفاعلين في الفضاء الإنترنتي والفيسبوك، أكثر من 30 تقريبا 20 مليون مشارك حساب من المغرب. المغرب معروف عنه تبارك الله عليه يعني في مجال الإعلام والصحفيين وحتى في الصحافة الورقية يضم عدد كبير من الفاعلين في هذا المجال، وللأمانة كان عند حسن الظن وأكثر في كرم الضيافة وتطوير آلية النسخ. حاليا نحتفل بالنسخة الرابعة، وده بفضل مجهودات الإخوة. وانتهز هذه الفرصة أن أوجه الشكر إلى كل القائمين وفريق العمل. بالنسبة لاختيار موضوع الإعلام الإلكتروني، هو اختيار نابع أن الإعلام الإلكتروني هو أحد مكونات ثورة التواصل الحديثة في الفضاء الإنترنت والفيسبوك والتواصل الاجتماعي. ولكن يعني أحد أوضاع الإنترنت والإعلام الإلكتروني
هو مظاهره أنه خلق ثورة في عالم الاتصال، ونحن نعرف أن الإنسان بطبعه هو مخلوق اجتماعي لا يستغنى عن التواصل، حتى أنه عندما يتم عقاب شخص مخالف في موضوع ما يتم التحكم في تواصله ومع من وأين وكيف في عن طريق السجن. السجن في تفسيره هو عملية تحكم في التواصل الإنسان، لأن من اكتشف هذه العلاقة أن الإنسان يعاقب عن طريق التحكم في تواصله، دي بتسبب له أكتر من دي وأنه هو يراجع نفسه. فمن أهم ما فعله الإعلام الإلكتروني في بعض جوانبه مثلا، وفي الجانب المهم بموضوع الذي يتعلق بالمنتدى وهو الإعلام عامة، أن غير مفاهيم ومعايير الإعلام الحديث. منها مثلا أنه تم تراجع قيمة الكلمة في مواجهة الصورة. كان الإعلام التقليدي المعتاد، ونتحدث هنا عن الصحافة الورقية، كان يهتم بمهارات ومعايير الصحفي من ناحية اللغوية والصياغة، وكانت الصورة هي المدعم للكلمة فيها، فكان يخص يعني يلزم الصحفي في هذا النوع من الصحافة هو الاهتمام اللغوي والصياغة وتعلم كيفية ترتيب العبارات. مع قدوم الإعلام الإلكتروني حدث التغيير للمعايير، وهنا ننبه الإخوة والخبراء في الإعلام والصحفيين والفاعلين في المجال الإعلامي، أنه تم تراجع الكلمة لصالح الصورة. الشيء الآخر أن هذا أتاح لأكبر عدد من الفاعلين الذين كانوا جمهور للجرائد والإعلام والصحافة الورقية أن يصبحوا فاعلين، فلم يعد يتطلب الأمر للقيام بمهمة الصحفي سواء في رصد الأحداث أو نقلها أو نشرها أو رصد الفساد أو المخالفات أو أيا كان من أحداث وهي مهام الصحافة العادية، أصبح في متناول كل مواطن بشرط أن يحسن استخدام التليفون المحمول، أن يتواجد في الزمان والمكان المناسب وحتى لو كان مصادفة. الشيء الآخر أن يختار الموضوع الذي يثير الاهتمام ويجذب للمشاهدين. فهنا تغيرت آلية المهنة بالكامل بفضل الإعلام الإلكتروني، وانتقل من مقاعد المتفرجين والقراء إلى مقاعد الصحفيين والفاعلين في المجال الإعلامي، وهو الذي يعني خلق صورة من التشويش وإطار غير محكوم في سلوكهم، من أنه هو طبعا كل مجال وليه مساوئه وليه يعني حسناته. ولكن أهم ما فعل بنا الإعلام الإلكتروني أنه أتاح أن يكون كل مواطن تلحق به الصفة الصحفية، قادر على رصد الفساد، قادر على رصد المخالفات، قادر على نشر أي مظلمة أو وضعية. الشيء الآخر أن الإعلام في الأساس كان يختصر الزمان والمكان، فنستطيع أن نتابع أهم الأحداث في أي مكان في العالم كان، ولكن الآن أصبح بدل أن كان يحتاج المجتمع إلى توصيل آراءه وشكواه وأحداثه وأوضاعه إلى السلطات أو المسؤولين عن السلطة في أي مجتمع، أصبح كل مواطن يمتلك آلية مختصرة عن طريق الإعلام الإلكتروني أن يصل إلى السلطة مباشرة. وهذا هو كان هدف ومستهدف أن يكون كل مواطن له دور رقابي أو دور صحفي ومحاسبي أو مساءلة لكل مسؤول وكل وضعية. لا أطيل عليكم، ومع أننا يعني أتأسف للإطالة، ولكن هذا هي أهم حسنات الإعلام الإلكتروني. التاريخ هو عجلة لا تعود للخلف، فبدلا أن نحاول منع المواطن أن يقوم بهذا الدور، يلزمنا عملية تأهيل وتكوينه حتى نقنن هذا الوضع وننظمه سواء في قوانين أو بتكوينات وتدريبات، حتى يعني خطورة الكلمة وخطورة ممارسة نشر الشائعات وكيف توثيقها وكيفية التأكد من مصدرها، وهذا هو الأهم الذي نعمل عليه. وأخيرا كما ختمت في الورشة، فبدلا أن ننقد الحاضر يخصنا أن نخطط ونصنع قادة ومستقبل أو قيادات مجتمعية للمستقبل أفضل من ذلك. وباستخدام المنتدى الدولي الإعلام الإلكتروني هي أول مشاركة لي فيه لدورته الرابعة، فالاستفادة الذي استفدناها من هذا المنتدى عظيمة جدا ولها أثر كبير على الواقع، وخاصة في
مدينة بمثل هذه المدينة، مدينة طاطا بالمملكة المغربية، فأحرزنا من هذا المنتدى شغف أبناء هذه المدينة للتعرف على الإعلام الإلكتروني كونها مدينة نائية وتستحق أن تندمج بمثل هذه المؤتمرات والمنتديات. وكما أشكر القائمين على هذا المنتدى وعلى رأسهم المدير الأستاذ محمد وكل القائمين وأبناء طاطا خاصة، وشكرا. السلام على رسول الله. أنا أعتقد أن هذه الفكرة، فكرة هذا المنتدى، فكرة بديعة وفكرة نبيلة في جوهرها، فكرة إقامة منتدى كهذا المنتدى، وأنه وفق في العنوان الذي يناقش، حيث أننا جميعا نواجه تحديا هو الإعلام الإلكتروني وكيف نتعامل معه وكيف نواجه هذه الفكرة. يمكن أن تكون فكرة أكبر وأشمل من هذه الفكرة، أعتقد أنها يمكن أن تكون نواة لعمل عربي يشارك فيه الجميع. يمكن أن تتطور هذه الفكرة لتكون ذكرى أشمل، تشمل كل البلدان العربية وتكون نواة لعمل عربي مميز. هذا المهرجان يتميز باللامركزية، وهذه اللامركزية مهمة ستعطيه إضافة، كما أنه يمكن أن لا تكون أيضا هنالك لامركزية في الدول المجاورة لكي يشمل نفع هذا المنتدى ويعم. وأتشرف بكوني قد أمضيت معكم أيام، جد سعيد بهذه الأيام. في نهاية هذه التظاهرة لا يسعني ألا أن أتقدم بزجيل الشكر وعظيم الامتنان للقائمين على هذا المنتدى، وأشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. السلام عليكم. أنا إليزابيث نيلسون من جمهورية جنوب السودان، وتقييمي للمنتدى هذا كانت مفيدة بالنسبة لي أنا كإليزابيث، استفدت منه حاجات كثيرة، يعني كنت ما بعرفها عن إعلام ولا إعلام بصورة عامة، سواء كان إعلام التقليدي ولا الإعلام الإلكتروني، وكانت مبادرة جيدة ومفيدة، واستفدنا. أنا متأكدة يعني الشباب اللي في عمري استفادوا وغيروا طريقة تفكيرهم مثلا للإعلام، وقدروا يعرفوا كيفاش يعني يقدروا يستخدموا الإعلام عشان يستفيدوا فيها في حياتهم الخاصة وهيك. شكرا. شكرا. إيجابية الأولى التي يمكن أن نسجلها في هذا الملتقى هو إصرار فريق جريدة أصوات ومجموعة أمل الصحفية على استمرار هذا الملتقى، لأنه رغم كل العراقيل ورغم كل التحديات ورغم كل الصعوبات، إلا أن الملتقى في نسخته الرابعة، فهذا في نظري في حد ذاته إيجابية. الإيجابية الأخرى التي يمكن أن نسجلها أيضا اجتماع يعني مختلف الدول العربية والإفريقية، واجتماع أيضا من مختلف المدن في المغرب الشقيق، فهذا في حد ذاته يعني إيجابية، أن نتعارف فيما بيننا، أن نتبادل الخبرات، أن نتبادل الرؤى، نناقش الوضع الراهن، نناقش يعني لم نناقش فقط يعني في هذا المنتدى الإعلام الإلكتروني، كانت هناك نقاشات جانبية، كانت هناك هموم إفريقيا حاضرة، كانت هناك هموم العرب حاضرة، كانت هناك هموم الفضاء المغاربي حاضرة، فكل هذه الهموم نوقشت إلى جانب الإعلام الإلكتروني، وهذا في حد ذاته أيضا إيجابية ومفخرة نفتخر بها. والتقييم الملتقى يكون تقييما سواء بالإيجاب
أو بالنقد أو بالسلبيات الملتقى. أنا أعتقد أن الملتقى في نسخته الرابعة قد تطور الملتقى، يعني كل ملتقى نجد يتحسن الملتقى من ملتقى إلى آخر، فهذا الملتقى هو ملتقى متميز بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأنا أقول متميز لأني حضرت وشاركت في معظم ملتقيات أو معظم ما قام به المنتدى أو مجموعة أمل الصحفية وجريدة أصوات من الملتقيات السابقة. قول متميز بهذه الوجوه الحاضرة معنا، متميز. هناك بعض التقصيرات، هناك بعض، وهذا لا يخلو أي ملتقى وأي مؤتمر من بعض الهفوات، من بعض التقصيرات، من بعض، ولكن في عمومه وفي هو يعني إيجابي وممتع، ويعني استفدنا كما قالت إليزابيث الكثير في هذا الملتقى. أشكر الأخ العيداني يعني الجاد والذي يعني يحمل هم هذا الملتقى منذ طبعته الأولى، وبارك الله فيكم. اسمي عبد اللطيف من نيجيريا، باحث في العلوم الشرعية والقانونية. أنا سعيد أن أكون من المشاركين في هذا المنتدى الدول الرابع للإعلام الإلكتروني في هذه المدينة، مدينة تاتا، المدينة الطيبة بأهلها. وأشكر القائمين لهذا المنتدى، أعني مجموعة الأمل الصحفية، وأشكر كذلك مدير جريدة أصوات لمجهوداتهم النايرة المباركة التي أنتجت هذا المنتدى المبارك. وهذا المنتدى يهدف إلى إبراز أهمية الإعلام الإلكتروني ودور إعلام إلكتروني في تنشئة وتنمية المجتمع. وأنا بدوري أشكر جميع المشاركين من دول عدة، من إفريقيا ومن دول عربية، وكذلك نشكر مدينة تاتا التي استضافت هذا المنتدى الدولي. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أبو بكر الصديق من السودان، بحسب لي المشاركة في الملتقى الدولي للإعلام الإلكتروني كانت تجربة مفيدة جدا، خصوصا في مجال البحثي. فالشكر، كل الشكر لهذه الصحيفة العملاقة، صحيفة أصوات، وأيضا للمدينة، مدينة طاطا الحفية التي استقبلتنا بكل حفاوتها. والشكر، كل الشكر لدولة المغرب، الدولة التي لا نريد أن نتحدث عنها لكي لا ننقص من حفاوة ترحيبها. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بن عيسى نية، جامعة محمد الخامس. استفدت من هذا المنتدى الدولي ثلاثة مسائل. المسألة الأولى هو اكتشاف تواضع السيد المدير العيداني، وزادتني إيمان كبير في بلادنا بأن بلادنا تتحتوي على طاقات واللي قادرة تنهض ببلادنا بهذا التواضع ديالها، لأنني أنا عشت مجموعة ديال المؤسسات في منتديات وملتقيات يعني أكاديمية، ولكني من خلال هذه المقارنة المنتدى اللي قاموا به بتواضعه وبالإخوة والأخوات الذين يشتغلون معه، يشتغلون في هدوء وبصمت. لسألت أحد منا تقول من المسؤول هنا، لا يعرفون من المسؤول عن هذه، وهي غادة يعني. إذن بتواضع السيد المدير والطاقم معه اكتشفت طاقات في بلدنا وتعود بالخير إلى بلدنا بإذن الله. ثم المسألة الثانية، هناك سر في ورائي مكتوب أصوات،
وانعكس حتى على هذه المواضيع اليوم، الواو جاء وسطا، ويعني هنا تحمل حرفين أسود أسود، وفي الأخير حرف أسود أسود، وجاء الواو يعني السيد المدير والطاقم معه اختاروا هذه الأنواع، فهو رمز للدم، يعني تضحية كبيرة ستتحملها يعني جريدة أصوات، وأنا أسميها من هذا المنبر هي مؤسسة، هي مؤسسة من اعترف بها وقالها مرحبا به، ومن لم يعترف فاعترف بها قلبه وعقله وكل قوله. استغفر الله.